السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذ سنة أولى من التعليم المتوسط. نروح مباشرة إلى الصفحة 38، وللحرية الحمراء باب، للكاتب أو شاعر أحمد شوقي. وللحرية الحمراء باب، بني سورية أطرحوا الأماني وألقوا عنكم الأحلام، ألقوا فمن خدع السياسة أن تغروا بألقاب الإمارة وهي رق. نصحت ونحن مختلفون دارا، ولكن كلنا في الهم شرق، ويجمعنا إذا اختلفت بلاد بيان غير مختلف ونطق. وقفتم بين موت وحياة، فإن رمتم نعيم الدهر فاشقوا، وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. ومن يسقي ويشرب بالمنايا إذا الأحرار لم يسقوا ويسقوا، ولا يبني المماليك كالضحايا، ولا يدني الحقوق ولا يحق. ففي القتل لأجيال حياة، وفي الأسرى فدى لهم وعتق. وللحرية الحمراء باب، بكل يد مدرجة يدق. إذن أولا وقبل كل شيء، أحمد شوقي شاعر مصري، ولد سنة 1870 للميلاد بالقاهرة من أب تركي وأم يونانية. توج بالإمارة، أي أصبح أمير الشعراء للعرب في عام 1927 الميلادي. إذن بقي أحمد شوقي يشد الشعر إلى أن توفي سنة 1972. ترك عدة ترك الكثير من الشعر، ومنها هذه الأبيات: وللحرية الحمراء باب. نروح نديروا الفكرة العامة للنص أو للقصيدة. فكرة عامة: حتى الشعب السوري على السير ومواصلة القتال والكفاح لتحرير الأرض من المحتلين. الأفكار: إذن الأفكار الأساسية، الفكرة الأولى من البيت الشعري الأول، إذن هنا في البيت الأول يحث الشعب السوري على السير ومواصلة القتال لتحرير الأرض من المحتلين. الأفكار الأساسية، إذن أولا الفكرة الأولى في البيت الأول، تشمل البيت الأول، وهي الفكرة الأولى تحذير الشاعر للشعب السوري من الإغراءات السياسية. ثم الفكرة الثانية من البيت الثاني إلى البيت الرابع، إذن هنا الشعر تحذير الشاعر للشعب، عفوا نقمة الشاعر على المستعمر الغاشم ونصيحته للسوريين على الرغم من الاختلاف الجغرافي ووحدة اللسان والبيان. أما الفكرة الثالثة وهي تبدأ من البيت الخامس السادس السابع والثامن إلى التاسع،
قيمة التضحية، إذن قيمة التضحية والفداء في سبيل الحق. إذن قمنا من البيت الخامس إلى البيت التاسع. أما الفكرة الأخيرة وهي في البيت العاشر، تتجلى في الفكرة التالية وهي الثورة سبيل حرية الأوطان. الأفكار الأساسية والفكرة العامة. أما القيمة التربوية الحرية إذن الحرية شمس شمسون يجب أن تشرق. في كل وطن أو الحرية الأفكار الأساسية. إذن أولا الفكرة الأولى في البيت الأول تشمل البيت الأول وهي الفكرة الأولى تحذير الشعر للشعب السوري من الإغراءات السياسية. ثم الفكرة الثانية من البيت الثاني إلى البيت الرابع، إذن هنا الشعر تحذير الشعر للشعب نقمة الشعر على المستعمر الغاشم ونصيحته للسوريين على الرغم من الاختلاف الجغرافي ووحدة اللسان والبيان. أما الفكرة الثالثة وهي تبدأ من البيت الخامس السادس السابع والثامن إلى التاسع. قيمة التضحية إذن قيمة التضحية والفداء في سبيل الحق. إذن قلنا من البيت الخامس إلى البيت التاسع. أما الفكرة الأخيرة وهي في البيت العاشر، تتجلى في الفكرة التالية وهي الثورة سبيل حرية الأوطان. الأفكار الأساسية والفكرة العامة. أما القيمة التربوية الحرية إذن الحرية شمس شمسون يجب أن تشرق. في كل وطن أو الحرية أو إذن الحرية تشترى ولا تباع. نعطيكم شرح مفردات عندنا عندنا الرق عندنا الأسير أو الأسرى كذلك العتق وأطرحوا. إذن الرق هي العبودية والعتق هنا تحرير التحرير يعني العكس. أما الأسير فهو السجين.
واطرحوا يعني ارموا. هناك ايضا كلمة لا يدني لا يقرب، اذا موجودة هنا في الكتاب، لا يدني الاسرى وعتق، اذا لا يدني لا يقرب. الاسرى هم السجناء، وعتق يعني تحرير رقبة. نروحوا الان للاسئلة. السؤال الأول، أفهم النص. لمن يوجه الشاعر نصحه وتحذيره في البيت الأول؟ إذن كما في الفكرة الأولى، إذن أفهم النص. إذن أولا إذن الجواب هو يوجه الشاعر نصحه وتحذيره في البيت الأول إلى الشعب السوري. ثانيا، بما علل الشاعر تدخله في الشأن السوري وهو شاعر مصري؟ دل من النص على ما يؤكد صحة إجابتك. إذن ثانيا، إذن الإجابة هي علل الشاعر تدخله في الشأن السوري وهو شاعر مصري على أساس وحدة الدين واللغة والأرض، وما يدل من النص ويؤكد على ذلك ما جاء في البيت الثالث والرابع. إذن ما جاء في البيت الثالث والرابع هنا في البيتين، نصحت هدى، هو شاعر يقول نصحت ونحن مختلفون، إذن هنا يختلفون في الدار، نصحت ونحن مختلفون دارا، إذن هو مختلف في الدار، مختلف لأنه مصري وهم شعب سوري يعني في سوريا. ولكن هنا يبرر، ولكن كلنا في الهم شرق، إذن أنهم في نفس الجهة في الشرق يعني المشرق العربي. ويجمعنا إذا اختلفت بلاد، إذا إذا اختلفنا في البلاد، إلا أنه يجمعنا بيان غير مختلف ونطق، إذا الدين واللسان. السؤال الثالث، يدعو الشاعر الشعب السوري إلى التضحية في سبيل وطنه، حدد بعض مظاهر التضحية من النص. ثالثا، الإجابة يدعو الشاعر الشعب السوري إلى التضحية في سبيل وطنه، وتحديد بعض مظاهر التضحية من النص هي التضحية بالنفس والنفيس، الإصرار على نيل الحرية، والاستشهاد أو العيش عزيزا. السؤال الرابع، تحرير الوطن يتطلب التضحية بالنفس والنفيس، دل على الأبيات التي تؤكد هذه الفكرة. إذن الأبيات التي تؤكد هذه الفكرة هي من هنا، وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، وكذلك ومن يسقي ويشرب بالمنايا، إذا الأحرار لم يسقوا ويسقوا، وكذلك ولا يبني المماليك كالضحايا، ولا يدني الحقوق ولا يحق، ففي القتل لأجيال حياة، وفي الأسرى فدا لهم عتق، وكذلك وللحرية الحمراء إباب، بكل يد مدرجة يدق أو يدق. إذن هذه الأبيات التي تدل على تحرير الوطن. إذن رابعا،
تاني الإجابة تكون أبيات التي تؤكد فكرة تحرير الوطن. الوطن يتطلب التضحية بالنفس والنفيس، هي من البيت السادس إلى البيت العاشر. نروح لأتذوق نصي صفحة 39. عد إلى قصيدة شعر أحمد شوقي، اقرأها قراءة معبرة منغمة وبصوت عالي مرتفع، ثم أجب على الأسئلة. إذا اختر أي بيت من أبياتها، ثم حدد الشطر الأول الصدر والشطر الثاني والعجز. إذا مثلا نأخذ البيت الأخير، وللحرية الحمراء باب، إذا هذا هو الصدر. بكل يد مدرجة يدق، إذا هذا العجز. ثم حدد ثلاثة قطع شعرية من النص الكلي، إذا يعني القطعة الأولى والقطعة الثانية والقطعة الثالثة. إذا القطعة الأولى من البيت الأول إلى البيت الثالث، إذا هذه تسمى القطعة الأولى. القطعة الثانية من البيت الثالث إلى البيت السابع تعتبر قطعة أيضا، وكذلك القطعة الثالثة من البيت السابع إلى البيت الأخير العاشر، إذا هذه أيضا تعتبر قطعة. إذن اكتبها، اكتب الإجابة. إذا أتذوق نصي. إذن ها هو الجواب هنا بالنسبة للسؤال الأول. إذن تحديد الصدر والعجز، الصدر قلنا في البيت الأخير العاشر، إذن هو وللحرية الحمراء باب. أما العجز هو بكل يد مدرجة يدق. بالنسبة للقطع الشعرية، إذن حددنا القطعة الأولى من البيت الأول إلى الثالث، القطعة الثانية حددناها من البيت الثالث إلى البيت السابع، والقطعة الثالثة حددناها من البيت السابع إلى البيت العاشر. أما السؤال، استخرج من النص عبارة أعجبتك كثير مع التعليل. أنا أعجبتني أو أعجبني البيت الأول، بني سورية أطرح الأماني وألقوا عنكم الأحلام ألقوا. إذن أعجبني هذا البيت ومع التعليل. إذن البيت الأول هو الذي أعجبني، حيث أن الشاعر هنا يوجه نصحه وتحذيره الشديد إلى الشعب السوري الغافل لمحاربة إذن قلت لمحاربة والنهوض من أحلامه لمحاربة الاستعمار، أي إذن ينهض من أحلامه والإغراءات الكاذبة ويشمر على ساعديه ويحارب الاحتلال بالكفاح لا بالأحلام. نروح الآن إلى إنتاج المكتوب الوصف. إذن أعرف أولا، اقرأ النص الآتي من قصة أم السعد لأبي العيد دودو. وكانت أم السعد امرأة في العقد الخامس من عمرها، يعني 50 سنة، طويلة القامة رقيقة العود بيضاء البشرة مرفوعة الرأس أبدا، ذات نظرة لا تخلو من حدة، ومرض ذلك ضعف بصرها منذ الولادة. فهي تفتح عينيها بشدة وتوتر جبينها كلما ركزت نظرها على شيء معين. وقد وخط الشيب شعرها، ولكنها لا تزال تحتفظ بالكثير من نشاطها وحيويتها. إذا السؤال، عما تتحدث هذه الفقرة؟ إذا هذه الفقرة تتحدث عن أم السعد، قصة أم السعد. السؤال الثاني، هل تعرفت عليها؟ نعم، إذا تعرفنا على بأنها تتحدث على أم السعد. كيف ذلك؟ لأنها مذكورة هنا، كانت أم السعد امرأة، إذا هي امرأة يصف لنا حالة أم السعد.
استمع جيدا في أسلوبها وتراكيبها. ماذا تضمنت؟ إذا تضمنت بعض ألفاظ الجمع، مثلا الواو، عندنا هنا كانت، عندنا أيضا كلما، نقد، إذا ولكنها. إذا هناك ألفاظ للربط وألفاظ للإخبار تخبرنا عن حالة أم السعد. إذا السؤال بأي أسلوب جاءت هذه الفقرة؟ إذا هذه الفقرة جاءتنا بأسلوب خبري لأنها تخبرنا على حالة أم السعد وتصف لنا حالتها. إذا كان عمرها 50 سنة، طويلة القامة، لون بشرتها، كذلك شعرها، عينيها، إلى آخره. أما في الأخير يقولون ما هو الوصف؟ إذا الوصف هو إعطاء معلومات أو بيانات أو أوصاف عن كائن حي، شخص، حيوان، نبات أو شيء، وذلك بالتزام الصدق. إذا الأسلوب الخبري يعطينا أخبار قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. إذا والغرض منه التعريف بالموصوف. إذا الأسلوب الخبري يحتمل الصدق كما يحتمل الكذب، هو كلام يراد منه إفادة السامع. إذا هذا التعبير يكون الأسلوب الخبري بأدوات التوكيد لتقوية المعنى. إذا عندنا هنا كانت، عندنا قد، عندنا لكنها، إلى آخره. إذا نكتب الإجابة. إنتاج المكتوب. أولا يتحدث أو تتحدث الفقرة عن أم سعد. ثانيا، هل تعرفت عليها؟ نعم تعرفت عليها. كيف ذلك؟ إذن تعرفنا عليها بأوصافها، بالأوصاف. إذن تعرف كيف ذلك؟ إذن بالأوصاف المذكورة في الفقرة. تماما جيدا في أسلوبها وتركيبها. ماذا تضمنت؟ إذا تضمنت، إذا قلنا تضمنت هذه الفقرة بمعاني أو حروف التوكيد. عندنا قد، لكنها، إلى آخره، لتقوية المعنى. فبأي أسلوب جاءت هذه الفقرة؟ إذن كنا جاءت في أسلوب خبري. جاءت هذه الفقرة بأسلوب خبري. فالأسلوب الخبري يحتمل الصدق كما يحتمل الكذب. ما هو الوصف إذن؟ الوصف هو مذكور في الصفحة.
إذا عندنا هنا أتدرب، صف في فقرة القسم الذي تدرس فيه. إذا صف في فقرة يعني وضعية صغيرة القسم الذي تدرس فيه، وبا صف أحد أصدقائك في عدة أسطر. إذا أولا نصف القسم ثم صديق من أصدقائك. إذا إليكم وصف قسمي. القسم الذي أدرس فيه هو بيتي الصغير الذي يجمعني مع زملائي الأعزاء ومعلمتي أو معلمي، الذي يعتبر مصدر ومنبع النور للعلم والتعلم. قسمي عبارة عن حجرة صغيرة يضم، إذن يضم أربعة صفوف مناسبة. جدرانه، إذن جدران القسم مزينة بالرسوم الدراسية، وهناك مقاعد للتلاميذ. وما يزيد قسمنا جمالا لون السبورة البيضاء وألوان الأقلام المختلفة. نوافذ القسم واسعة، أنا أحب قسمي كثيرا. أما بالنسبة لي وصف أحد الأصدقاء، إذن هذا هو الوصف لصديق. صديقي اسمه كريم ذو الوجه الوسيم والعيون السوداء والقامة الطويلة. تعرفت عليه في المدرسة، يقاسمني السرور والحزن والراحة والتعب. هو نعم الأخ ونعم الصديق، ينصحني إذا أخطأت، يزورني إذا مرضت، يساعدني وقت الشدة. حكيم في كلامه، لطيف في معاملته، حقا نعم الرفيق خاصة وقت الضيق. إذا أتمنى تلاميذي الأحباء أنكم استوعبتوا كل هذه الأجوبة لنص أو للقصيدة وللحرية الحمراء بابا، من نص جديد إن شاء الله. لا تبخلوا علينا باللايك والإعجاب والاشتراك بالفيديو إذا كنتم جدد. إلى الملتقى إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وحفظه، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.